تحية طيبة لكم مشاهدي قناة شوف تي في. بعد ما استمعنا الأذان إحدى المساجد هنا بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اللهم اجعل هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته، ربي ان شاء الله تحيد علينا هذا الوباء. طبعا كما تعرفوا اخوتي المغاربه كما كنتوا يمكن لي اول مره في تاريخ بلادنا تقام صلاه الجمعه بابواب مساجد مغلوقه في جميع المدن المغربيه، ذلك من بعد القرار ديال بلادنا طبعا انه باش ما يكونوش تجمعات خوفا من تفشي وانتشار الوباء كورونا في بلادنا. نتمنى ان شاء الله انه الله عز وجل غادي يهز علينا هذا الوباء. نتمنى الناس اللي كيشاهدونا كاملين عبر هذا المباشر ومن خلال مباشرات اخرى عبر قناتكم شوف تي في انكم تدعيو وتكثروا من الدعاء، لان الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه. كنتمناو الخير لبلادنا في هذه اللحظات الصعبه، اللحظات اللي ماشي سهله على كل مغربي، على كل واحد ساكن في هذه البقاع ديال العالم كله. الاجواء كتبقى صعيبه، اللحظات من كل يوم كنتو كتشوفوا يعني الناس غاديين يصليو والناس خارجين من المساجد باللباس ديالهم الابيض مختلف الالوان، ولكن كما كتشوفوا القرار اللي كان يعني قرار صارم وقرار رحبوا به المغاربه كلهم، لانه قرار في مصلحه الجميع، لانهم يكونوش تجمعات، يكونوش تجمعات ديال الناس بزاف. كنتمنى ان شاء الله
الجمعة الجاية إن شاء الله يكونوا المساجد محلولين ويكون هذا الوباء هذا مشى وما بقاش. لما لا إن شاء الله كنا كنتمنوا هذا الشيء وما يبقاش هذا الوباء هذا، لأنه صراحة الأمور ماشي سهلة بالنسبة للناس اللي مازالين كي يعني كيدوروا في الشوارع وما خدامينش، يعني غير خارج للزنقة تدخل بحالك تدخل بحالك للدار باش تحمي راسك تحمي أسرتك تحمي ولادك. شفنا هنا بزاف الناس صراحة اللي خارجين يعني كلهم كيقلبوا على قوتهم اليومي. الأمور ماشي سهلة، الأمور راه صعيبة بزاف. يعني معظم الناس اللي كتشوفوهم هنايا فاحنا استجوبناهم هما كيقلبوا على قوت يومي، ميمكنلوش كيقول لك يدخل للدار لانه ما عندوش ما ياكل. فاحنا كنتمنوا ان شاء الله انه تكون حلول بديله وكفيله لجميع المواطنين المغاربه فيما كانوا.